طيب اهلا وسهلا بحضراتكم جميعا، شرفتونا النهارده. احنا النهارده بنتكلم على سبوت كده على الميل انفيرتيليتي، وبنتكلم على حته مهمله يمكن في الامبيريكال ثيرابي محدش بياخد باله منها. كلنا بنركز على الميديكال تريتمنت، او لو فشل بنخش على طول للاي في اف او الاسيستد ريبرودكتيف تكنيك. بس قبل ما اتكلم عندنا، بس اول حاجه لازم نبقى عارفين الانفيرتيليتي والسب فيرتيليتي والاستريليتي. ديفينيشنز بسيطه قوي مهمه ان احنا نبقى عارفينها. طبعا انفيرتيليتي ان راجل وست ما بيخلفوش مده اكتر من سنه وكل الدنيا تمام عندهم. اما السب فيرتيليتي هي نفس الكلام بس المده اقل من سنه. اما الاستريليتي كانوا بيقولوا ترم زمان قوي ان هو بيقول لك ايه، عيان يو دو نون تريتابل كوزز. الوينتر طيب مبدئيا كده ان حاله الميل انفيرتيليتي ما بتجيلك في العياده وبتبص عليها، في الجوريزم لازم تبص عليه ومن خلاله تبتدي تقيم هذا العيان اللي جاي لك الميل انفيرتيليتي. ان انت بتاخد منه هيستوري واكزامينيشن، وبعد كده تبتدي تعمله سيمينال اناليسيس. السيمينال اناليسيس ده احتمال يكون نورمال واحتمال يكون ابنورمال. لو نورمال خلاص انت هتبتدي تدور على الفيميل وتشوف الفيميل فاكتور اخبارها ايه. لكن لو ابنورمال هتبتدي تبص تشوف هل في هرمونال امبالانس او ما فيش. والحته اللي انا بتكلم عليها والمهمله حته الجونادوتوكسينز اللي انت بتكسل تسال العيان شغلته ايه والشغله دي بيشتغل في الشغلانه دي ايه. يعني فور اكزامبل مثلا على سبيل المثال راجل شغال في قهوجي، طب القهوجي ده في قهوجي بيقدم شاي، في قهوجي بيشتغل على الشيشه، في قهوجي بيقدم حاجات ثانيه، وكل حاجه بيتعرض لتوكسينز معينه. طيب ما لقيناش اي حاجه من دول بنبتدي نوصفها موضوع الان اكسبليند انفيرتيليتي او الاجباسك انفيرتيليتي. يبقى التريتمنت اوف ميل انفيرتيليتي موجه في الاتجاهات الاربعه دول. اول حاجه الجنرال ميجرز انك تقول له خس ومش عارف ايه والكلام ده كله. التريتمنت اوف ذا كوز وكلنا ده اللي بنتوجه فيه، ما بناخدش بالنا من الامبيريكال تريتمنت. في بعضنا بيدي الامبيريكال تريتمنت زي الاروماتيز انهبيتورز، بيدي الحاجات الانتي استروجين والحاجات دي كلها، لكن ما بيركزش مع الجزء بتاع الجونادوتوكسينز او الانتي جونادوتوكسينز او الانتي حاجات ثانيه هنتكلم عليها كل شويه. في الانفيرومنتال توكسينز لو بصينا لمجموعه من الحاجات زي الليد والارسينيك والكادميوم، الكادميوم اللي هو اللي موجود في السجاير، ده الكادميوم اللي موجود في السجاير ده بيؤدي الى ريبليسمنت للزنك اللي موجود في موجود في الدي ان اي بوليميريز انزايم. طب ايه المشكله؟ الدي ان اي بوليميريز انزايم ده مسؤول عن الفيرتلايزيشن، اتحاد الاوفم بالسبيرم، فبالتالي ممكن الزنك لو نقص يؤدي الى مشكله في الفيرتلايزيشن. لكن زيادة الزنك على حده الغريبة بقى ممكن يعمل كويلنج للتيل اوف ذا سبيرم وبالتالي يؤدي برضه للانفيرتيلتي، فلازم ادي الزنك بالجرعة المظبوطة. تاني حاجة ما بناخدش بالنا منها انكريز رياكتيف اوكسين سبيشيز. الرياكتيف اوكسين سبيشيز من الحاجات الخطيرة جدا اللي ممكن تؤثر على وظيفة السبيرم. يمكن هي في الفسيولوجيكال ستيج بتبقى مفيدة، مفيدة على كل مراحل الفيرتلايزيشن، ولكن في قاعدة يقول لك الشيء اللي يزيد عن حده بيتقلب ضده، فبالتالي لو اتقلب الكمية بتاعتها زادت هي رياكتيف اوكسين سبيشيز في الحالة دي ممكن تؤدي إلى إيه؟ تؤدي إلى انفيرتيليتي هي كمان، وفي الحالة دي ممكن محتاجين إن احنا ندي أنتي أوكسيدنت لهذا العيان. والاكتف اوكسين سبيشيز ممكن تلاقيها متوقعه في مجموعه جدا من الامراض زي الفاريكوسيل او الايجوباسيك اوليجو اسينوتراتوس فيرميا والدي ان اي فراجمنتيشن وفي حالات الايجوباسيك او الان اكسبليند انفيرتيليتي. فبالتالي لو ادينا العيان ده انتي اوكسيدنت ممكن يحسن الحاجات دي كلها عندها او ما تحصلش في الاساس. من الحاجات برضه يبقى بالتالي الزنك برضه من الحاجات اللي احنا لسه قايلينها دلوقتي ان هو بيأثر على بيعمل ريبليسمنت للزنك في الدي ان اي بوليميريز، فممكن يأثر على الفيرتيليتي، وممكن نلاقي الزنك ديفيشنسي في حالات الجوناتوكسين والفاريكوسيل والهايبو جوناديزم. ودي لو انت بصيت في احد البيبرز بتتكلم بيقول لك ان الزنك بيأثر على جميع وظائف الفيرتلايزيشن كلها، فبالتالي انك زاست عملت سبلمنتيشن ايفن امبيريكال مش في الفسيولوجيكال دوز ممكن يحسن الوظائف بتاعه الفيرتلايزيشن.
نيجي للجزء الثاني ان في عيان عنده سيستميك ديزيز او زي مثلا كرونيك ليفر ديزيز كرونيك رينال ديزيز او ايفن بعض الهيماتولوجيكال ديس اوردرز تلاقي ان كل ده بيأثر على حاجه اسمها السكس هرمون بايندنج جلوبولينز. طب ايه السكس هرمون بايندنج جلوبولينز؟ ده اللي بيخزن او موجود فيه جواه كونكت بيه التستوستيرون. فلو تأثرت الليفر او الرينال او السيستميك ديزيز ممكن يقلل التستوستيرون والراجل ده حقه يخلف حتى لو عنده كرونيك ديزيز. طب انا لو اديته التستوستيرون من بره، في ناس تقول لك ادي التستوستيرون ممكن يبوظ الدنيا، وفي ناس بطلت تدي الكلام ده بدل نوت انديكيتد. طب ما انا ممكن ادي حاجه تانديوس الاندوجينوس تستوستيرون وتحسن الموضوع ده. طب ايه الاندوجينوس تستوستيرون اللي ممكن يحسن الحاجات دي كلها؟ في حاجه يمكن كانت ما كانتش افيلابل في الاسواق قبل كده، يمكن دلوقتي بقت افيلابل، اللي هو دي اسبارتيك اسيد. دي اسبارتيك اسيد ده كانوا بيستخدموه في بتوع الجيم عشان يبنوا عضلات ويكونوا عضلات والكلام ده كله، والجسم ما بيقدرش يصنعه. فبالتالي ان انا لو اديت الدي اسبارتيك اسيد ده من بره ممكن يستيموليت الاندوجينوس تستوستيرون وما ياثرش على الليفر بتاعت العيان او ياثر على الرينال او ياثر على اي اورجان تاني. لو بصينا على الدي اسبارتيك اسيد ليه ديفرنت ميكانيزم اوف اكشن، يمكن ده حوالي 11 ميكانيزم، انا اخترت يمكن منهم حاجات معينه. ان هو ده بيستيموليت دايركتلي انكريز الجونادروفيل ريليزنج هرمون، يعني بيشتغل زي الطبيعي بالظبط، بيشغل الاكس من اولها او بيشغلها مع الاتش سي جي من اول البيتيوتري ويطلع ال اتش يشتغل على ليدنج سيلز ويستيموليت الريليز بتاع التستوستيرون طبيعي. انا ما اديتش هرمون من بره، هو انديوس الايه الاندوجينوس تستوستيرون. ده مش كده وبس، ده قال لك ان هو ممكن الدي ان اي فراجمنتيشن من احد ده بروتكتيف اجينست السبيرم دي ان اي فراجمنتيشن. وطبعا انتوا كلكم عارفين السبيرم دي ان اي فراجمنتيشن لو حصل فيه مشكله ممكن يؤثر على الفيرتلايزيشن والبايندنج للزونا بيلوسيدا اند سو اون والاكروزومال رياكشن. يمكن في بعض الادويه اللي هي موجود بقى الانتي اوكسيدنت مع الدي اسبارتيك اسيد والزنك، لو اديناهم الثلاثه مع بعض ممكن يحسنوا الموضوع ويبقى هو وان اوف ذا امبيريكال تريتمنت اللي احنا ممكن نديه للعيان بدون اي مشاكل. والكلام مهم قوي تاخد بالكم من كلمه الاسبارتيك اسيد ان هو مفيد في موضوع اللي هو بيحسن الاندوجينوس تستوستيرون. وشكرا لكم وثانك يو. سعيد عن المحاضرة الجميلة الشيقة اللي الناس نامت بعديها في البرزنتيشن، طبعا مش في الحضور. مع الدكتور الخلواني قائد المسيرة اللي كلمنا بقى